مباشرة من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، بين قرار الحكومة مع قرار عمدة لندن، تضارب في المعلومات، الدعوات، إلى أين تتجه اليوم هذه القرارات مع ارتفاع أعداد الإصابات؟ بالفعل الموقف معقد للغاية روبير، ولا بد أن نشير إلى أن الحكومة عندما قررت إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، معنى ذلك أن الذي لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة لن توقع عليه غرامة ولن يحاسب قانونيا، ولكن الحكومة تركت لكل جهة على حدة تحديد مسؤولية وطبيعة الإجراءات التي تتخذها في محيط عملها. مثلا شبكة المواصلات العامة في بريطانيا كما تشاهدون خلفي، هذا واحد من أكثر محطات القطارات ازدحاما، قطارات الأنفاق ازدحاما في جنوبي لندن، الحافلات دائما مزدحمة، قطارات الأنفاق يستخدمها عشرات الآلاف يوميا، وبالتالي فارتداء الكمامات أمر لا غنى عنه في رأي عمدة لندن الذي اعتبر أن التخلي عن ارتدائها بشكل كامل يعرض حياة السكان للخطر ويؤدي لارتفاع كبير في أعداد الإصابات. بريطانيا يوميا تشهد عشرات الآلاف من الإصابات، بالأمس سجلت أكثر من 36 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهو ارتفاع كبير ربما لم تشهده البلاد منذ أشهر الشتاء الماضي. أيضا أعداد الوفيات في ازدياد، رغم أنها ما زالت يعني أقل من 50، بالأمس سجلت 50 وفاة حتى الآن، ولكن بالطبع هذا الارتفاع في الأعداد وتضاعفها بشكل مستمر يؤدي إلى القلق الكبير من الاضطرار مرة أخرى إلى العودة لإغلاق شامل أو ربما لإغلاق العديد من القطاعات. لهذا يوصي الكثيرون بالحذر والتأني في العودة للحياة الطبيعية. فكرة أن الحكومة اتخذت موقف الكل أو لا شيء هو أمر لا يوافق عليه العلماء ولا يوافق عليه الكثير من المسؤولين، حتى رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، وهي بالطبع لها الحق في التصرف في اسكتلندا وفقا لرؤيتها للأمور، عندما قررت رفع كل القيود على حركة المواطنين فإنها أبقت ارتداء الكمامات إلزاميا بعد 19 من الشهر الجاري. الأمور معقدة للغاية، والخوف كل الخوف أن تنهار المنظومة الصحية في بريطانيا إذا ما ارتفعت أعداد الإصابات بشكل كبير مرة أخرى، أو إذا ظهرت سلالات جديدة لا تستطيع اللقاحات أن تتعامل معها. مراسلنا أشرف سعد مباشرة من لندن.